أفسس واحد وعدد 20 الذي عملوا في المسيح إذ أقاموا من الأموات وأجلسوا عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدميه أخضع كل شيء تحت قدميه دفع كل شيء في يدك هللويا بس محتاج تدرك كمالة الآيات ويهجو على رأسا فوقا كل شيء للكنيسة التي هي جسده وملؤه الذي يملأ الكل في الكل هللويا إذن لمن سيخضع كل شيء لمن دفع في إيده كل شيء الابن الذي يدرك إنه جسد المسيح وإنه ملء المسيح هللويا هللويا مبارك اسمك يا بابا شكرا 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 هللويا هللويا أنت جسده أنت جسده أو العالم سيراك فيؤمن إن يسوع أرسل يؤمن العالم بيسوع لأنه يرى يسوع فيك هللويا تأيد بالقوة بروحي في الإنسان الداخلي لا يعوزك شيء الآن كل القوة الإلهية صارت فيك هللويا أنت ملء المسيح أنت ملؤه أنت ملؤه بص لنفسك بقول أنا جسد المسيح أنا جسد المسيح هللويا هللويا أنت جسد المسيح أنت جسده أخضع كل شيء تحت قدميك اجعل روح الحكمة والإعلان يعلن لي كل هذا الكلام كل هذا الإعلان الله مسرور إنه الإنسان يحل فيه كل ملء الله عشان كده أرسل يسوع كإنسان هللويا هللويا إنه ابن الإنسان وفيه كل ملء اللاهوت جسديا كل ملء اللاهوت كيف يصير جسديا هللويا حصلت من خلال يسوع وإذا حصلت معاك هللويا أنت ملؤه أنت جسده أنت ملؤه أنت جسده أنت مرسل لي أنت موجود عشان تخضع الأمور التي لم تعد خاضعة له هللويا هللويا اسمع الكلمات دي في عبرانيين 2 مكتوب أخضعت كل شيء تحت قدميه لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له على إننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له إحنا إيه الكلام ده؟ إنه الحقيقة إنه كل حاجة تخضع له رغم إنك ممكن تكون لسه في العيان شايف إنه لسه في أمور مش خاضعة من سيخضع هذه الأمور؟ هو أنت هي الكنيسة هي الكنيسة عشان كده لازم الكنيسة تقوم وتنهض وتدرك هي مين في المسيح يسوع عشان تخضع هذه الأمور التي لسه لم تخضع بعد له هللويا هللويا أنت جسد وأنت ملؤه أنت يسوع المتحرك على الأرض هللويا نعم يستحق اهتف له اشكره هللويا قدر اللي عمله ملؤه أنتم مملؤون فيه أنتم مملؤون فيه أنت ملء الله يتحرك أنت كلمة الله المتحركة هللويا من أرسله الله يتكلم بكلام الله وفيه ملء الله هللويا هللويا أنت أعضاء المسيح أنت أعضاء المسيح كيف يسكن المرض في جسدك سيادة الملء على جسدك هللويا سيادة اخضع جسدك إلى هذا الملء هللويا فيهرب المرض بعيدا هللويا 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 أنت ملءه أنت جسده ملء الذي يملأ الكل املأ الكل بالملء اللي عندك املأ الكل بالملء اللي عندك هللويا هللويا بداخلك القوة لصنع المعجزة بداخلك القوة لصنع المعجزة شكرا شكرا يا رب نعم شكرا نفس القوة الإلهية نفس القوة الإلهية اللي قومت يسوع من الموت نفس القوة الإلهية هللويا قومت يسوع من الموت قومت يسوع من الموت هذه القوة فيا هللويا هللويا تقيم
تقيم أي حاجة ماتت. هللويا. فقط أضبط أفكارك وتكلم كلام الله. فقط أضبط أفكارك وتكلم كلام الله. كلمة الله لها كل القوة في عالم الروح. كلمة الله لها كل القوة في عالم الروح. هللويا. كيف سيخضع العالم بكلماتك؟ كيف سيخضع العالم بكلماتك أنت؟ شكرا يا بابا. شكرا 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 على اللي عملته فينا. شكرا يا يسوع. هللويا. ربي وإلهي. ربي وإلهي. هللويا. هللويا. جعلتنا جسدك وملئك. جسدك وملئك. يا لهذا الاتحاد. من التصق بالرب فهو روح واحد. اتلزق في الكلمة تدوق هذا الاتحاد. هللويا. اتلزق في الكلمة. التصق بالكلمة فتذوق هذا الاتحاد. هللويا. قم لم أعد ضحية في هذه الحياة. أنا السيد في هذه الحياة. كل الأشياء تعمل لخيري. أي أمور بتعمل ضدي بتهرب بعيدا. لأن الجسد المسيح وملؤه. هللويا. هللويا. هللويا.